بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييتم إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حي الله فضيلته وأهلا وسهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كنا طرحنا على فضيلة الشيخ مجموعة من الأسئلة حول الآية 83 بعد المئة والآية 84 بعد المئة من سورة البقرة، المبتدأة بقوله الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الآيتين. وقد شرح حفظه الله وبين حفظه الله جملة من الأمور والوقفات حول هاتين الآيتين. وفي هذه الحلقة سنبدأ مع قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فضيلة الشيخ، ما السر في وصف شهر رمضان بأنه الذي أنزل فيه القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. السر والله أعلم في وصف رمضان بأنه الذي أنزل فيه القرآن من أجل أن يتبين فضل هذا الشهر، وأن الله اختصه بهذه الميزة العظيمة وهي إنزال القرآن فيه. وإنزال القرآن جاء مذكوراً في شهر رمضان كما في هذه الآية، وجاء مذكوراً في ليلة القدر كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فوصف القرآن بأنه أنزل في شهر رمضان وأنزل في ليلة القدر، ولا تنافي بين الآيتين، لأن ليلة القدر في شهر رمضان. إذن فيكون القرآن أنزل في ليلة القدر في شهر رمضان. وكيف يكون أنزل في ليلة القدر في شهر رمضان مع أنه نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والحوادث إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عن ذلك أن معنى أنزل فيه القرآن أنزلناه في ليلة القدر معناه ابتداء نزول القرآن في هذه الليلة وفي هذا الشهر. والقرآن يطلق على بعضه كما يطلق على كله، فمعنى إنزال القرآن في شهر رمضان وإنزال القرآن في ليلة القدر أن الله ابتدأ إنزاله في هذا الشهر وفي هذه الليلة المباركة، ثم تتابع نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزله، لأن الله سبحانه نزله تنزيلا، أي أنزله مفرقا بحسب الوقائع والمناسبات، ولأجل التسهيل على الأمة بالتدرج في التشريع. نعم نعم. ما يقال فضيلة الشيخ أنه نزل جملة واحدة في ليلة القدر؟ هذا يروى عن ابن عباس. نعم. رضي الله عنه، ولكن لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. نعم. قالوا إن معناه أنه أنزل
ليلة القدر جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم بذلك. ولكن الصحيح والمتقرر حسب الأدلة أنه نزل منجما، يعني مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل جملة واحدة. ولذلك لما اقترح المشركون قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي أنزلناه مفرقا لأجل أن يسهل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ويسهل على الأمة. نعم، بحسب الوقائع، بحسب الوقائع والمناسبات. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا يعني كما بينتم حفظكم الله في هذه الآية مدح لهذا الشهر العظيم، وهو قد اختص بين الشهور كلها بهذه الفريضة العظيمة، فريضة الصوم. هل بينتم للإخوة المستمعين حفظكم الله فضل هذه الفريضة وعظم أجرها عند الله عز وجل، ثم أيضا فضل هذا الشهر بكامله بكل ما فيه من أعمال الخير والفضل؟ نعم، من مزايا هذا الشهر الكريم أن الله فرض صيامه على الأمة. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأوجب صيامه على الأمة، ورخص لأهل الأعذار الذين يشق عليهم الصيام، وهم المرضى والمسافرون، في أن يفطروا نظرا لعذرهم ويصوموا من أيام أخر قضاء. فمن فضائل هذا الشهر ومزاياه أن الله أوجب صيامه على المسلمين بقوله: كتب عليكم الصيام، وقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالله كتب صيامه، يعني فرضه، وأمر به بقوله: فليصمه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. والصيام عمل من أفضل الأعمال، لأنه ترك لشهوات النفس ومألوفاتها طاعة لله سبحانه وتعالى، فالمؤمن يقدم طاعة ربه على طاعة نفسه، وهذا دليل على صدق الإيمان. نعم، أحسن الله إليكم. بالنسبة لفضل هذا الشهر العظيم، شهر رمضان، شهر رمضان فضله عظيم لما خصه الله من الفضائل العظيمة. فأول هذه الفضائل أن الله فرض صيامه على الأمة كما سبق، وثاني هذه الفضائل أن الله سبحانه وتعالى شرع قيام ليله بالتراويح والتهجد، وثالث هذه الفضائل أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ورابع هذه الفضائل أن الأعمال الصالحة تضاعف فيه أكثر من مضاعفة الأعمال في غيره لشرف الزمان. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. قول الله تعالى: شهر رمضان، رمضان هذا الاسم هل له معنى فضيلة الشيخ؟ شهر رمضان كغيره، مثل شهر شوال وشهر شعبان،
الشهر اسم لما بين الهلالين. نعم. ثم يضاف إلى ما يميزه عن غيره، فكلمة شهر مشتركة. نعم. بين الشهور ويميزها الإضافة، فيقال شهر رمضان، شهر شوال. نعم. شهر ذي القعدة، شهر ذي الحجة، شهر المحرم إلى آخره، فهذا من أجل تمييزه عن غيره، إضافة تمييز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يروى عن بعض السلف أنه يكره أن يسمى هذا الشهر إلا شهر رمضان، وينهى أو ينهى عن ذكره مفردا، فهل هذا صحيح فضيلة الشيخ؟ هذا غير صحيح في نظري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فالله جل وعلا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولكن يجوز أن يقال رمضان بدون شهر، لأن كلمة الإضافة كما أسلفنا إنما هي للتمييز، تمييز هذا الشهر عن غيره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضاً عودة البدء، اقتران نزول هذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن الكريم بهذا الشهر العظيم له دلالة يا شيخ؟ نعم، بينا هذا. نعم. قلنا هذا يدل على فضل شهر رمضان، لأن الله خصه بهذه الميزة العظيمة ونوه بها، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لينبه الأفهام على أهمية هذا الشهر، وأن تنزيل القرآن فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لها دلالتها العظيمة في فضل هذا الشهر على غيره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر، وكان جبريل عليه السلام ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن كل ليلة من شهر رمضان، دل على أن للقرآن خاصية في هذا الشهر من حيث إنزاله فيه ومن حيث تلاوته فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما بين فضيلته. وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في اللقاء المقبل، تقبلوا تحية زميلي فهد العثمان الذي سجل لكم هذه الحلقة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.